صباح الخير من MTV Alive. نعم صباح الخير من MTV Alive. اليوم الأحد، حلقة جديدة. موسم المهرجانات بلبنان مكمل، وتوج امبارح بافتتاح مهرجانات الأرز الدولية، وتبعتوها طبعا بشكل مباشر على MTV. كانت حفلة استثنائية، أكيد كان في مفرعات حلوين كتير، ولكن كمان كان في أول مرة هالنخبة من النجوم اللبنانية اللي بيجتمعوا على مسرح واحد. بالوقت ذاته الجيش اللبناني عم بيدافع عن حدودنا وعم بيكافح الإرهاب. هيدا لبنان، ننبسط ميلة، بنشتغل من ميلة تانية، بنزعل شوي من ميلة أخرى. بي ام تي في لايف ما بنزعل، بس بنتسلى، بنحكي شي حلوة. حلقة لاحد مهضومة، لأنه بنحكي أكل، بنحكي موسيقى، رح يكون في كورال رح تنضم لنا بعد شوي، رح يكون في ضيوف كمان، هول كلهم بي ام تي في لايف لليوم. رح أعطيكم معلومات أكثر، بركب لكم بس إنه في ألمند براونيز رح يحضرهم شيف شارل. على كل حال خليكم معنا، حلقتنا مهضومة، رولا رح تنضم لإلي، بنكمل بعد الوقفة.